أهلا بكم. اللجنة المالية النيابية تستضيف وزيري النفط والكهرباء لإنضاج قانون الدعم الطارئ، ووزير المالية يؤكد أهميته لدعم الطبقات الهشة. الرافدين يعلنوا إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومنحة الطوارئ المخصصة لمواجهة غلاء الأسعار. قوى الإطار التنسيقي تناقش مبادرتها لحل الانسداد السياسي، وتمسك السيد الصدر بالأغلبية يغلق الأبواب أمام إمكانية التوافق. بغداد تحتضن اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتوصيات بحماية المستهلكين من خروق التكنولوجيا. مساع لإقناع دول المنبع بالعودة إلى القوانين الدولية الخاصة بملف المياه، والتغييرات المناخية تفرض ضغوطا جديدة على الموارد المائية. أبناء أقدم الحضارات في العالم يحتفلون بعيد أكيتو، عيد رأس السنة الآشورية يحمل أمان المسيحيين بالأمان وتحسن الأوضاع المعيشية. كل هذا وأكثر تتابعونه بالتفصيل على رأس الساعة في النشرة الرئيسة. إلى اللقاء.